السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد. واليوم جايب لكم فيديو مميز، جايب لكم وحشين زي ما انتم شايفينه، البلاي ستيشن 4 البرو وايضا الاكس بوكس 1 الاكس. بسوي لهم اختبار بنشوف مين الاقوى في التشغيل، مين اسرع في تشغيل الجهاز. بسوي لهم على ثلاث مراحل، اول شيء على وضع الاستعداد، بعدين على التطفية الكاملة، بعدين الريستارت او اعادة التشغيل، ونشوف مين يشغل اسرع واي واحد يمديك تلعب على طول. فاول شيء حنبدا فيه اللي هو وضع الاستعداد، وخلينا نختبر مع بعض. والحين حطينا جهازين في وضع الاستعداد وجاهزين ان نشغله مع بعض. جاهز؟ 3 2 1. اوكي خلينا نشوف. الاكس بوكس ظهر اول شيء في الشاشه. اوه دخل الاكس بوكس على طول بعد البلاي ستيشن فتره بسيطه جدا 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 كذا، يمكن حوالي ثانيتين بس، يعني متقاربين بس، ولكن تفوق في الجوله هذه للاكس بوكس 1 اكس. والحين جاهزين للمرحلة الثانية، ان نختبر الجهازين في وقت اعادة تشغيل الجهاز ومين يشتغل اسرع. فنبدأ 1 2 3. يطول عادة إعادة تشغيل الجهاز لأنك إنك بتفصل الجهاز من الكهرباء وبعدين تشغل من جديد، فعادة ياخذ وقت. بس خلينا نشوف الوحوش هذولي مين يقدر يفوز في الجولة الثانية. هنلاحظ إنه بلاي ستيشن طلع علامة بلاي ستيشن حقته، سبق الإكس بوكس دوبو بان وأعطاك الإنترو الجديد حقهم. ممكن قريبين من بعض أو نلاحظ إنه البلاي ستيشن هيتفوق. اتوقع ان البلاي ستيشن 4 تفوق او البلاي ستيشن 4 برو تفوق. نعم نعم خلاص قد اشتغل الجهاز جاهز للاستخدام وكل شيء، بس ولكن متفوق البلاي ستيشن 4 برو بمراحل على الاكس بوكس. تلاحظ ان الحين الاكس بوكس ما اشتغل، لان الحين جالس ننتظر زياده. تو اللي اشتغل المرحله الثانيه، البلاي ستيشن 4 يتفوق على الاكس بوكس 1 اكس. والحين نخش في التحدي الثالث اللي هو حطينا اثنين في وضع الاغلاق التام، يعني كانك فصلته من الكهرباء وشبكته من جديد، فياخذ وقت اطول في تشغيل الجهاز. فجاهز؟ 3 2 1. في واحد كان اسرع بجزء من الثاني بس عادي ما تفرق المره. لكن البلاي ستيشن انا اتوقع انه البلاي ستيشن حيتفوق البلاي ستيشن، لانه الوضعيه هذه نفس وضعيه اعاده التشغيل، انه يطفي لك الجهاز بالكامل وبعدين يشتغل. بس الاكس بوكس لاحظت انه رجع بسرعه، يعني يمكن هذا يمكن في الاغلاق التام يمكن الاكس بوكس والله البلاي ستيشن دخل. لا البلاي ستيشن 4 برو بصراحه تفوق بمرحلتين، وتفوق واضح وكبير. الحين بعد ما نخلص من هذا الاختبار بنختبر اخر اختبار، نحط الجهازين على وضع الاستعداد، بعدين نشوف مين يخش على اللعبه اسرع. يعني خلاص كل الجهازين على وضع الاستعداد، بنشوف مين يشغل اللعبه اسرع، انه خلاص على طول كمل جيمك. فلاحظنا انه يمكن نفس الفتره اللي اخذها الاكس بوكس في اعاده تشغيل الجهاز هو نفسه في الاطفاء الكامل. والحين الاختبار الاخير وهو اختبار سرعه تشغيل الالعاب، وراح نختبر لعبه اساسن كريد اوريجن على الجهازين. هنبدا 3 2 1. شغلنا اللعبتين في نفس الوقت، الاكس بوكس شوي متفوق في تشغيل اللعبه، ايضا في العرض الاول دخل في رساله الورنينج او التحذير، جابها البلاي ستيشن دحين. وحنشوف مين اول جهاز يقدر على طول تلعب بالشخصيه، يعني راح نختار ملف تخزين كل الاثنين نفس الشيء في المهمه الاولى، وحنشوف اول واحد مين يقدر يحرك الشخصيه. فالاثنين دحين متقاربين جدا، يعني ما بينهم فرق بسيط. الاكس بوكس الحين دخل في الرسالة الثانية اللي هي حق تحذير التخزين، وصل للقائمة الرئيسية اللي هي قائمة البداية، ضغطنا ايه الحين بيودينا على القائمة الثانية. البلاي ستيشن معلق على هذيك الرسالة إلى الآن، قاعد يسيف ويسوي لودينج. اوكي تحرك الحين، جات له رسالة التحذير حق السيفينج اللي هو البلاي ستيشن. الاكس بوكس خلاص اختار اللعبة، اختار ملف التخزين، والحين دخل في اللودينج حق المرحله نفسها.
البلاي ستيشن دوب يخش في القائمة الرئيسية اللي في البداية، يختار اللعبة والتخزين، بعدين كلهم دحين دخلوا في اللودينج. واتوقع انه الاكس بوكس راح يتفوق في انه اول واحد يقدر تحرك الشخصية. لاحظ انه الاكس بوكس الان بدأت تحرك الشخصية وتلعب، بلاي ستيشن لسه الان قاعد في اللودينج سكرين. راح ننتظر شوي لين لما يخش ونشوف الفارق الزمني بينهم. ننتظر زياده حق الاكس بوكس لسه قاعد يلعب، اذا دخل في فرق مره شاسع. تو البلاي ستيشن دخل اللعبه مثل ما انتم شايفين، كلهم دحين دخلوا اللعبه بس، ولكن في هذه الجوله تفوق كبير جدا 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 للاكس بوكس 1 اكس. وكذا نوصل لنهايه المقطع، ان شاء الله عجبكم المقطع والاختبار ما بين جهاز الاكس بوكس 1 اكس والبلاي ستيشن 4 برو. الاكس بوكس 1 اكس تفوق في مرحلتين، والبلاي ستيشن 4 برو ايضا تفوق في مرحلتين. بعدين نترككم بالتعليقات، وايضا اكتبوا في التعليقات وش ودكم تشوفوا ما بين نختبر الجهازين في بعض الامور، يعني في جوده الرسوم في 4K او ايضا في تشغيل بعض الالعاب الثانيه او اي حاجه، او سرعه النت، اي شيء اكتبوا لنا نقدر نختبر لكم الجهازين قدامكم في اي حاجه. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك، وايضا اكتبوا في الكومنت عن رايكم اذا تفاجأتوا في بعض الاشياء انه البلاي ستيشن اشتغل اسرع من الاكس بوكس، ولا الاكس بوكس شغل اللعبه اسرع. اذا تكتبون في الكومنت انه في اشياء تفاجأتوا من هذا الفيديو. يعطيكم الف عافيه، لا تنسون الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.